سبحانك الله يا دايم، سبحانك الله تراي عدد خلقك في بر وبحر، سبحانك الله. سبحانك الله يا دايم، سبحانك الله عدد خلقك في بر وبحر، سبحانك الله تراي وما وهبت من عين ما أعظمك. اللهم اغفر، اللهم اغفر، الله الله. يعني شنو الحوايج اللي عندك معاهم ذكريات في رمضان كنتي كتقومي بهم في مراكش مع العائلة؟ انا يعني اللي عيط لي تقول لي فيه صافي طلعت فطر، وتقول لي اختي اختي رزلي في قادة. لالا عزيزه شنو الشهيوات؟ انا كنعرفك حادقه ما شاء الله، دخلت لدارك ما مره ما جوج الحداقه والشهيوات كتحضريهم. شنو الحاجه اللي اساسيه عندك في مائده الافطار في شهر رمضان؟ لالا عزيزه كتقول هادي خصها ضروري عندي في الطبله ولا ما نفطرش. وعاد انا الا كلاو غير الناس تنشبع. مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرمضاني فطور مع مشهور وفطور مع ماريا. ضيفتنا لهذه الحلقه اللي غنتقاسموا معها مائده الافطار اكيد فنانه قديره محبوبه عندنا احنا المغاربه كاملين، كبرنا على الاغاني ديالها وكذلك اخلاقها واحترامها للفن المغربي. فنانه اللي عزيزه علينا كاملين، وما كاينش اللي ما كيسمعش ميه موني حساد وما كيعرفش عزيزه ملاك اللي حاضرة معنا اليوم، وغنتقاسم مع مائدة الإفطار كذلك غنسترجع معها ذكريات الزمن الجميل من الفن الجميل. مرحبا بك لالا عزيزة. شكرا، مساء الخير والعواش المبروكة، رمضان كريم، وشكرا على هذه الطبلة الجميلة، وشكرا على الاستقبال، والله شكرا. الله يحفظك لالا عزيزة. شرف لي انك تكوني حاضرة معايا اليوم، لان الرواد عندهم واحد القيمة، وانت من الفنانات اللي عطاو الشيء الكثير للساحة الفنية المغربية باغاني اللي بقات راسخة عند المغاربة. قدمتي اعمال وطنية ومحبة لوطنك، وما عمرك تخليتي على بلادك، دائما يعني مغربية وتا مراكشية سبقها فيك. فالناس يبغوا يتعرفوا عليك عن قرب. رمضان كيفاش كيدوز عندك؟ الشهيوات اللي كتحضر لالا عزيزة؟ الأكيد أنه هاد السنة شوية صعيبة لأنه سادين علينا في رمضان ما كاينش الخروج، فكيفاش كتفطري في الدار وكيفاش كدوز الأجواء؟ هو رمضان دائما ديال الملمات الحباب، ولكن حنا رمضان اللي فات وهذا، والله ان شاء الله نتمنوا الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الوباء على المغاربه وعلى العالم كله. ان الناس مأطرين، اكثر الناس مولفين شيء بقاو بوحدهم. للاسف رمضان اللي فات دوزته بوحدي، انما ما يمكنش، وكان الخوف اكثر من هذا العام. هذا العام مازال الناس راه تعايشنا حنا مع الوضع، لكن العام اللي فات كان الخوف، وكان ما تقدري لا تسلمي ولا تشوفي حد، ولا حتى من التقضيه تحط لنا في الباب، يعني ما كانش هذا. نتمنى الله سبحانه وتعالى يخرجنا من هذه الجائحه على خير يا ربي، حيت طوالت حنا كنا تنقولوا إلا كثرت، يعني في هذه السنة كنا فرحانين 2021 نكونوا مزيانين، وإن شاء الله نتمنوا من نور رمضان يتحيد عنا هذا الوباء بإذن الله. هذا رمضان اللي تندوزها بوحدك؟ تقريبا، حيت ما عندكش ما دير، الخوت أكثر كل واحد في مدينة، وما يمكن لهمش يسافروا، ودابا اللي سافر خصو يبقى، هذا الشيء اللي كاين. نتمنى الا جا شي حد في هاد الايام، لكن تشوفنا كنا قبل ملي ساقوا الخبار كل شيء جاو عندي ومشينا، شي مشى عند شي بحال هاد الشكل هكا. صلة الرحيم. لالا عزيزه شنو الشهيوات؟ انا كنعرفك حادقه ما شاء الله، دخلت لدارك ما مره ما جوج الحداقه والشهيوات كتحضريهم. شنو الحاجه اللي اساسيه عندك في مائده الافطار في شهر رمضان؟ لالا عزيزه كتقول هادي خصها ضروري عندي في الطبله ولا ما نفطرش. لان التميرات بعدا هما الاولين، هادو هما الاولين، وعندي مشكل تبليت بالقهوه كحله. ما كنتش، كانت الوالده ديالي الله يرحمها كانت تشرب القهوه كحله، كنت نقول لها لا وعلاش وهذا، سبحان الله من بعد دابا ولات عندي خصني القهوه الكحله بحال زعما على يديا، ولفتها لا في الصباح ديال الايام الفطار ولا في رمضان نشرب القهوه، ومن بعد ما عنديش انا ديك زعما شي ماكله خصني ناكل، لا
سبحان الله انا اللي كليت يعني اللي كان اللي كان الحمد لله تخبيز واتاي وانا مرتاحه الحمد لله. انا عطيني ربي القناعه، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. ماشي شي يمكن نبغي الطبله تكون عامره للحباب ويكونوا معايا الحباب وهذا، ولكن بالنسبه لي انا وعدت انا لكن لو غير الناس تنشبع. سبحانك الله. توحشتي رمضان فيه اللمه مع الخوت مع الحباب الوالدي الله يرحمهم، يعني رمضان ديال زمان لاله عزه كيفاش كان كيدوز عندك؟ رمضان زمان بعدا الطبله انت مولات الخير الحباب والجيران والناس اللي معانا الدار ما تتخواش. واحد النهار اختي دابا الله يذكرها بخير بقوت لي انا اللي عيط لي تنقول لي في صافي طلعت فطر وتقول لي اختي راه زليت قادة صعبة حيت الناس عزيز عليها الناس تكون الدار عامرة اللي تقول الو فينك طلعت فطر تعرضي لها على كل شيء قلت لي اختي راه زليت قادة واختي صعبة الناس كانت الدار تبارك الله الخير. الخير الحمد لله يا ربي لا الحمد لله انا قلت الله اكبر نفرقوا الصيام ديالنا ان شاء الله ونكملوا حديثنا ان شاء الله مع الجمهور. مرحبا بك. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بصحة فطوركم وبصحة حنا فطورنا. نتمنى ان شاء الله يكون داز عندكم كل شيء مزيان تكونوا شبعتوا شي هوات يكون كل شيء ان شاء الله لذيذ ياك لاله عزيزه. الفطور ما شاء الله عليك حادقه حادقه والله الا غنخدمك يمكن لولدي والله الا شوفي دابا حتى تقول لك هي اللي صوبتها اللي دقتها تقول لك هي اللي صوبتها لا والله الا دابا ملي تخطبيني لولدك راه هضره اخرى انا دابا نعجل لك كل شيء سحور باين ليا اليوم غاتمشيش تتسحري معايا. اما القهوه غزاله والله الا معطره انا كتعجبني قهوه معطره ما كنبغيش القهوه ديال ناس مراكش ديال زعما ايام زمان ماما كانت الله يرحمها هكا كانت تشرب هذيك القهوه الوالده الله يرحمها ورحم جميع الامهات والابوان يا ربي يا ربي الله ويطول العمر للناس اللي عايشين ليهم والديهم يتهلاو فيهم والله العظيم راه الوالدين راه شي حاجه ما كبيره كبيره والله ما تيحسي الا اللي فقدهم والله العظيم انا تنقول لو كانوا عندي تغفرت العظيم ركبهم في ظهري والله اصلا كنت الحمد لله يعني حياتي معاهم اللهم لك الحمد ولكن لو كانوا دابا وفي هذه الساعه ما عرفتش شنو ندير والله العظيم تمنيت ولكن بغاهم الله سبحانه وتعالى الحمد لله يرحمهم يعني جبتيهم في هذه الايام المباركه وهاد العواشر فالله يرحمهم يا ربي والله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة والله يلحقنا عليهم مؤمنين الله يرحم جميع الأموات المسلمين يا ربي والله يغفر لكل شيء ويرحم الناس اللي ماتوا أكيد. في كورونا كتار حبابنا ماتوا لنا في كورونا واللي مرضوا وربي سبحانه وتعالى يعفو علينا من هذا الوباء اللي ما شي حاجة ما كناش نتوقعوها حاجة دخلت لينا ما العظام دخلات والله واحد النهار ما عمرها تنسى لي في السنة اللي فاتت في ذاك عز الوقت اللي ما تيخرجوا الناس وتخلقت تبكي حيت لدرجه كنت تتحلي الشرج وما تسمعيش الحس ديال الناس تتحلي الباب اذن شي حاجه ماشي هي تنبكي وخرجت في الطوموبيل لعند دياب ولا بشار في عند تنبكي شي داك الشهيق وقفت حتى الناس ديالنا ديال الامن تنبكي وتنشق مساكن هما تيصبروني حيت شي حاجه ما يمكنناش نتخيلوها الشيء اللي كنا شفناه في فيلم نقولوا فيلم ولكن حنا عند دياب شتي شي حاجه تتحرك ما كايناش كايناش والله نتمنى والله سبحانه وتعالى يخرجنا منه على خير. اما مشاو لنا بزاف ديال الاحباب ديالنا مشاو الفنانه بزاف ضاعوا هاد السنه اللي فاتت 2020 بزاف وحتى في 2021 يعني في الدخله ديالها
حتى الوفاه ديال الراحل السي محمود الادريسي بكورونا كانت اثرت فيك بزاف، لان كانت عندك معاه واحد العلاقه طيبه وعلاقه قويه. الله الله الله، عرفتي دائما بعدا تيجبدني لالا عزيزه لالا عزيزه، باقي الان دابا الناس صحابو ومنهم السي وهبي مسكين في السطات اللي كان اكثريه كان تيكون معاه في الفيرمه ديالو في السطات، دابا مسكين تعيط ليا في التليفون لالا عزيزه واحد المعزه واحد هذاك الراجل الله يرحمه تخطف ما بيناتنا تخطف ما شي حاجه ما تخطف والله ما قدرت انا فسقت الخبر ما متيقاش وتنقول للناس لا تيقنوا راه يمكن زعما، ودخلت للاذاعه كنت يلاه سجلت هذيك الساعه واحد القطيعه ديالي مع السي محمد الرياحي وانا اللي غاديه بها للاذاعه، البوليس اللي في دخلات الباب تيشوفوني تنبكي وتنشق شي ربعه وتولت ربعه ونص هكاك ديك الساعه يلاه خرجت الروح قال لي ما قلت لي راه دابا عيطوا لي قالوا لي الاستاذ محمود هو جبد الكتاب اللي تنسنيو فيه فاش اللي دخلوا لي انا قال لي يلاه كان ما عطش شي 10 ايام حلقه شي 10 ايام باش كان في الاذاعه اذا حنا ما فينا والو فينا والو عرفتي دخلت تنبكي وخارجه تنبكي ما الله يرحمه الله يرحمه يا ربي الله يرحمه توفى في العواشر سبحان الله العظيم جبتي بزاف ديال الناس اللي فن وراجل الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه الله يرحمه يا ربي فنان قدير وعطى الشيء الكثير للساحه الفنيه المغربيه وشجع شباب اللي دابا كنشوفوهم نجوم في الساحه الفنيه المغربيه والعربيه واكيد وطيب هو اصلا غير كتهضر معاه في التليفون الله يرحمه انسان طيب ولا تلاقيتي معاه كيرحب بك بواحد الطريقه تعاود بلا ما قلت انا كنت تنظم سهرات ولكن ما كنتش كنت نبقى ما تنبانش ولكن انا اللي منظمه كانوا سهرات كثيره اللي منها كاينه في التلفزيون عندنا نيت كنت نعيط ليه بغيتي شي مره الاستاذ محمود يقول لي شحال بنتي ولا شحال يعطيوني ولا عمرو استاذ محمود كان راجل فنان وراجل وطني وراجل وعاد كنا تنتلاقاو فيا من مغفور له الحسن الثاني رحمه الله في الاغاني الوطنيه وحنا كبرنا مع هذوك الناس يعني والناس اللي باقي الله يطول عمرهم حيت على رؤوس الاصابع عاد الناس اللي باقي لا في الفنانه يعني الغناء ولا في الملحنين ولا الكتاب على رؤوس الاصابع نتمنوا يطول الله العمر لهاد الناس اللي باقيين يا ربي امين والله يرحم اي واحد مات لا ما تبكيش ما نبغيكش تبكي الله يرحمهم الله يرحمهم ننتقلوا لحاجه اخرى كتفرجي شويه في هذه الاعمال الرمضانيه ولا لا شويه ضروري كل مره شويه ضروري خصني نعرف شنو كاين شويه رغم ما كيف قلت لك ما بقاش داك الفرح حيت الفرجات تكون مع الحباب والعائله ودابا راكم عارفين الظروف اللي كاينه بلا ما تبكيني ثاني نعاودو نبكي وحنا المقام انت فطره معايا اليوم غدا ان شاء الله انا غنجي نفطر معاك غدا جي فطري معايا غدا ان شاء الله باذن الله الله يحفظك ويجيك لاله عزيزه الاكيد معانا والصوت الحنين عندك واحد البحه ما شاء الله ديالك خاصه بك فنسمع منك شي حاجه في الشهر الفضيل عارفه عندك اغاني دينيه ديما ملحنها الاستاذ محمد بالخياط من زمان تفكر منها شي شويه سبحانك الله يا دايم سبحانك الله تيراري عدد خلقك في بر وبحر سبحانك الله سبحانك الله يا دايم سبحانك الله عدد خلقك في بر وبحر سبحانك الله تيراري وما وهبت من نعيم ما أعظمك اللهم اغفر الله اللهم اغفر الله الله تبارك الله عليك ما شاء الله عليك فنتمنى وربي يغفر لينا ويغفر لجميع المسلمين يا ربي عجبتك القهوة شربيا ايوا مراكش هي دابا راني نتفرج مع الطرابه تنحيي الناس مراكش كلهم والناس المغرب كلهم والله العظيم زعما جلسه معاك جلسه نسيت بعدا واش الكاميرا احسن ننسي ولي فيها حيت انا عندي مشكل ماشي حاجه سميتها الكاميرا ما عرفتش علاش الكاميرا واخا تتوقفي حداها بزاف ولا بالدم غير شتي تلقاني تنغني الكاميرا علاش انا ما تندوش بزاف وسائل يعني ما تندوش فيها بزاف مؤخرا الرحله ديال الصحراء ماكش تشربي القهوه ديال القافله اللي كانت مشات من وجده كنتي مشيتي للقرقارات اي حتى القرقارات يعني فيها من وجده انا بديت معاهم من الرباط مراكش تيزني يعني المغرب كله كامل وفي اخر القرقارات
الناس مفقوسين ان شافوا ما خصنيش نهضر على فنان كبير حتى هو ان جا غير في الداخل قال لك هو علاش التلفزيون وانت اللي شاد الرحله والناس تخاسم. لا ولكن انا هكاك انا متي يجيو الناس الاخبار واش حاجه تلقاني انا مخبعه في شي بلاصه. والغناء لا الغناء عطيني نغني ماشي مشكل، لكن جي استجوابات ولا كاميرا ولا ما عرفت سبحانك الله تنحشم. والغناء الحمد لله معايا انا لا لا دابا انت راه تكون عروستي ياك ناري خطبتها قدام العالم كله. سمع ولدها ما نقولش سميتو. سمع ولدي سمع راني خطبت لك صافي. واش بغينا دابا واش ربع عجوزتي القهوه باش تخطبي النيت؟ لا لا ديك العجوزه ديك كلمه العجوزه والله ما تعجبني غنكونوا صحابات انا لا والله ما عرفت حيت ديك كلمه عجوزتي راها ام انا بالنسبه ليا كانها امك وصافي علاش عقول صافي ماما ولكن انت تجوجيني بي ماشي تقول بيني نولف ماما في الاخر ما كاين والو ما والداش البنات ما والداش البنات والله الا جاب لي الله بنيه شكون بحالي والله شنو وزوينه وضع الله يحفظك على لاله عزيزه الله يحفظك من جيك لاله خطك انت عزيزه وغاليه سبحان الله والله ما نساش انا ما خصنيش نذكر على المشاكل ان شاء الله خليهم الله يحد الباس ونتمنى كاع يرجع ليا محلي ما نبقى كاع نهضر عليهم انا تنبكي لقيتها تتبكي معايا انا عندي مشكل وهي تتبكي راه الدار مونتاج ما شفتهاش كيفاش كانت تتبكي في الحلقه بكات يعني بكات يمكن اكثر مني انا علاش يوقع لي هذاك الشيء والله يحد الباس ويحفظك هادشي اللي عجبني فيك المحنه وحنا افتقدنا هاد المحنه ما بقاتش للاسف كل واحد ولا تيقول راسي راني مغنيه انا الدنيا غداره فعلا الدنيا غداره الا ما حطيتيش معاها اي لحظه تقدر تسديك والحمد لله على كل حال. ما بغيناش تفكروا شويه الاحزان نرجعوا حتى مراكشيت باش يعرفوا الناس لاله عزيزه راه مراكشيه قحه يعني شنو الحوايج اللي عندك معاهم ذكريات في رمضان كنتي كتقومي بهم في مراكش مع العائله ديك الضحك دائما عندكم الضحك بهجاوه مراكش عنده واحد الطقوس ديالو يعني احنا بحال كل المغرب كله تبارك الله بحال لكن هذاك حنا تنقولوا بحال دابا البطبوط وداك الشيء حنا نقولوا المسمان شي حاجه بحال هكا وشباكيه التمر والجلسه الحراره الحامضه هذيك لا هما الحراره الحامضه غريب خصها تكون ضروريه بالاخص الوالد الله يرحمه كان خصها تكون في الطبله وماشي دابا مازال الناس راه الحمد لله ولا تيديروا في الكونجيلاتور لا زمان الله يرحمهم خصها تكون جديده ديال النهار ديالها وفي السحور ثاني تيطيب السحور ديال النهار ديالو زعما كانوا شي حوايج حنا دابا ما بقيناش نقدروا نديروا داكشي باللي كان ممكن ما دام تيكونوا الناس بطبيعه الحال راه بنادم هذا اما باش تنوضي وطيبي الحريره في النهار او السحور في النهار ما بقاش داكشي اللي كان لا لا ومراكش تبقى عنده واحد الحلاوه ديالو والله فاش مشيت انا في هذه الرحله مع تلاقيت بالناس مراكش تنحييهم من هذا المنبر الحكاوات ديال مراكش تفكرت صغري وتفكرت تشوف ديك التبوبات الناس باللي كانوا عايشين وما تتحسيش ما بين هذا لا هذا غني ولا هذا عنده ولا هذا ما عنده كنا بحال يعني الدرب كله اللي عنده ولا اللي ما عنده كل شيء عايش والمراه اللي تيقولوا مثلا اللي ميت لها الراجل ولا كذا تيسبقوها هي الاولى انا تنعقل الوالد الله يرحمه كان تيسبق هذيك المراه هي الاولى هي الاولى في كل شيء لا في الضحيه ديال العيد ولا في العواشر والماء والضو ديالها هادشي دابا للاسف شي ما تيسق الخبر لشي تكوني ارمله ولا ما تكونيش للاسف هادشي ما بقاش للاسف والله نتمنى ان شاء الله تعالى انه هادشي يتحيد وترجع المحنه والمحبه بيناتنا لانه حتى حاجه ما دايما في الدنيا من غير وجه الله عز وجل دايما الله مسخيناش بك لاله عزيزه كرهناش نختموا معك بشي اغنيه اخرى بالصوت ديالك دفئينا كاينين تبارك الله خمسه هادو تبارك الله راهم في الاذاعه اغاني كلهم جداد السي محمد الرياحي هادو قطع ديالو وحده وانا مالي وحده اخرى مازال تلاقينا ليا ليك الله عوينتي هذيك راكم سمعتوها ولكن ان شاء الله خصها تصور ناويه باذن الله ان شاء الله انت راكي صافي انت اللي مكلفه هانتوما شهدوا
شهدوا عليا راه مكلفه ليا الكليب ديالي والله. خصك تسمعي القطيعات الاخرين حتى هما. لا ليك الله عوينتي حيت هذه قصه ومصوبه على الحبيبه ديالي عوينتي عزيزه عندي. وانا كتعجبني هاد ليك الله عوينتي ومكرهتش تسمعي منها مقطع الجمهور حيت انا بنات خالي صغار مني كيقول لي عوينتي حيت في مراكش. عبرتي والله الا مزيان القهوه راني الله يرحمك امي بنتي القهوه ورتها ما كاين مشكل. ليك الله عوينتي ليك الله ليك الله عوينتي ليك الله ما عندي زهر مع ميمتي والله لي وخوتي ليك الله ليك الله عوينتي ليك الله ليك الله عوينتي ليك الله ما عندي زهر مع ميمتي والله لي وخوتي ليك الله. ما شاء الله والزهر دائما عندك ان شاء الله باذن الله. وانت زهره نورتي لنا هذه الحلقه ونورتي لنا هذا الفطور حتى انا ما سخيتش بيك وكنتمنى لك ان شاء الله الصحه والسلامه ضروري. دابا ان شاء الله ملي نودعوا الجمهور نجلسوا نشربوا قهوه ديالنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بالصحه والسلامه والخير. والمغاربه بغيناهم يفرحوا حيت حسيت بهم توحشنا الفرحه. نتمنى ان شاء الله يحيد عنا ربي هذا الوباء وترجع الفرحه لقلوب المغاربه كلهم ويسهل عليهم الله سبحانه وتعالى ويخلف لهم هذا الشيء اللي ضاع. ان الناس ضاعت بزاف وحوايج اللي حنا عرفناهم راه الانسان ما بقاش قدر يضحك ولكن تنحاولوا نضحكوا باش نساو هذا الشيء اللي حنا عايشينه. وان شاء الله العواشر مبروكه وبالصحه والسلامه وطولة العمر. شكرا لك لاله عزيزه اللي شرفتينا ونورتينا في هذه الحلقه. شكرا لكم مشاهدينا انتم مع المتابعه. غادي نودعكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في لقاء اخر. تهلاو في راسكم الى اللقاء.